باش تجيب عشيرك من التحت ديال التحت ديال الفقر وترجع مدير ديال الشركه. كل بروده حط لك حشيش في الطوموبيل ديالك ويغرقك حبس. انتقام والنهايه ديال هاد جوج صحاب طيح لك على البال. لافير عاد مع سعيد من بعد ما وصل 30 عام هو كيدير دابا بين الزناقي، كل مره خدمه كل مره بلان وحتى شي حاجه مسوقره في الحياه. غيبقى سعيد شهور شهور هو مشومر. واحد النهار مع ديك 5 العشيه كما العاده ديال سعيد بارك في عصر في القهوه ديال الدرب وشاد واحد القهيوه. واحد اللحظه كيضرب على واحد الطوموبيل زماكريه بلاكه اوروبيه، والمفاجاه هي ملي غيهبط من عشيرو عبدو. كانوا صحاب ملي كانت عندهم 15 عام، دوزوا الليسي دوزوا الاعدادي ما خلاو ما دوزوا بجوج. عبدو كان صدقات ليه واحد الحرقه مشى للطاليان، وسعيد كان بقى بلاصو. عبدو من بعد ما كان حرق كان غبر في الطاليان وصافي غبرات سميتو، غبر على الدرب مابقاش كيجي تنسى. ملي غتلاقاو هاد جوج صحاب غادي يتعانقوا فين ما فين، غبر شي ما غبر شي. هذاك عبدو الطالياني غادي يعرض على عشيرو سعيد ويدي يشربوا وياه قهوه، وغيبقى واحد السيمانه وما كيخرجوا بجوج وكيرجعوا بجوج. عبدو يلا كان هابط المغرب الصيف، كان باغي يخلقها باغي يعيش الحياه، وسعيد كان ديما لاصق فيه وتما غادي يعاود ليه. حكم جوج ديال العشرين دوزوا الحاره والحلوه ضروري ما غادي مع يتلاقاو عا غادي يتفاهموا. هذاك سعيد عبدو ماشي شي واحد براني غادي يشكي عليه. اقول لي اخويا كنا درت كلامك كتقول لينا الاوروبا الغربه ميلانو، كنا كنضحكوا عليك كنقولوا هذاك هبيل في الاخر ولينا حنايا اللي هبوا لاخويا عبدو. هذاك عبدو بدا كيتصنى لسعيد كيسمع عليه الله تاسالا. داك عبدو ويقول سعيد واحد الهضره اللي صدماتو، يشوف بو سعيد دوزت بزاف ديال الوقت خايبه وانا حاسبك، حيت انت كبرتي معايا وانا عارف كيفاش داير، وانا عارف بلاد مزيان وعارف المغرب مزيان، كيفاش انسان اللي غيقرا وهادي وغيتشومر وغيولي حتاله المجتمع. قال ولكن احسن كادو غنعطي لك بو سعيد غتنسى شي حاجه سميتها الفقر ومن الليله ولي باي باي. داك سعيد جاتو فشكال اللعيبه اللي قال لي، قال لي كيفاش؟ قال لي اخويا راه واخا ما كنتش كنجي للمغرب وما كنتش كنجي هنايا بزاف، انا اول مره جيت هنا باش نشم الريحه ديال الدرب وفين كبرت. انا عندي واحد وزين ديال الخياطه كديرو شحال هادي ومخلي فيها واحد خينا ديما معاه في المشاكل وما كنتيقش فيه، ومادام صاطحتنا الوقت ابا سعيد ما غنلقاش ما احسن منك. انت عارف قلت لي وهادي ودغيا تولف ودغيا تحكم ليا بنادم تما. ويومين من بعد عبدو غيدي داك سعيد وزين غيعرفو تما الخدامه، غيعرفو على كيفاش الوقت كيفاش هادي كيفاش كيخدمو. من بعد شهر عبدو كان رجع للطاليان وسعيد ولا خدام والمدير ديال داك وزين. سعيد ملي يلا اول مره خدم وكاي واحد يلا كيبدا الخدمه كيبغي يبين كيكون واقف على شغلو وكيبغي يدير بزاف ديال الحوايج باش يبين راه يستاهل داك البوست. عيط لي عبدو صاحبو كيقول الامور مغيزه، سول يقول واش قضيه مزيان، كيقول لك كلشي مزيان اخويا عبدو اعتبر راسك كاين تما. ولكن حتى واحد النهار اللي غتبدل الوضعيه. هذاك عبدو ملي شاف سعيد صاحبو ديال قلبو شي يخدم ليه وبحال هو اللي كاين، مابقاش غيخصو بقى كل مره يجي يسني يبقى غادي مقابل داك وزين، غيدير لصاحبو سعيد الوكاله، وهنايا غيكون اكبر قالب غيديروا راسو. هذاك سعيد من بعد ما خد الوكاله وهذي بحال غرو الطمع، بحال حس براسو ولا كيتخيل راسو هو موزين. الطريقه مع الخدامه تبدلات، الطريقه مع كيفاش كيهضر مع الناس تبدلات، ولا عنصري ولا كيعير ثلاث قضيه. هذاك عبدو واخا خلاه وزين كانوا عندهم الناس ديالو وزين حيت هو مول شي كيعيطوا ليه كيقول راه كيدير كيدير، وملي كيعيط لصاحبو ولا كيكذبوا عليك اخويا خويا عبدو هذاك الشيء ما كاينش. هذاك عبدو ملي كيشك ويهبط المغرب، ملي ولا كيتحاسب مع سعيد وكيفيريفي مع هذه الخدمه وداك الشيء لقى بزاف ديال اللعيبات ناقصين وبزاف الحوايج ما فهمينش. قول اخويا سعيد انا راه الصحبه قبلت الخدمه وقبلت الزبل كامل، هادو زين غادي بي انا وياك، الا ما درتيش خدمتك راه غنضيعوا بجوج لا انا لا انت. هذاك سعيد كيدير لعبدو خاطرو عا كيمشي وكيرجع نفس العاده. حتى لواحد لافير اللي غوصل عبدو وما غيحملش فيها سعيد. هذاك عبدو مع كيبغي يدير الخير واحد ناقصات واحد الدري يتيمه خدامه على ما كتدبر على راسها، ما هي كانت زوينه تبارك الله وهذه وعاطي العين وكلشي كيبغيها في ذاك الزين وهذه غتعاتيري سعيد. وعيط لها البيرو ديالها قال لها مرحبا بك اي حاجه جي عندي اي حاجه خاصك مرحبا. هذيك الدري غتجي عاديه السيد عجبتو في الخدمه راه باغي راه يحب بيا وهذا. ولكن مع الوقت سعيد غيولي يعرض عليها ابار الخدمه، يقول لك كاين واحد الخدمه واحد البوست ان شاء الله راه معول لك فيه بغيت نطلعك في الخدمه الكراد. الدري غتمشي تتلاقى معاه مره من المرات غيبغي يقول لها جي للدار نديرو الدار، الدري غاش فهمو صافي غتصمك عليه ما تبقاش بغيت تجاوبو. ومع ذلك كتبقى تجي للخدمه وكتخدم بحال ما كاين والو. هذاك سعيد ولا كيشبك عليها، مالك انتيا اش كدير كيغوت لها قدام خدامه تابعيني للبيرو. بقات المعامله ديالو مع الدري كيما هكا، حتى واحد النهار دار لها الشوه تما قدام الخدامه وشي عايره فيها قال لنا في البيرو غتبعيني وداك كيغوت عليها. الصدمه عاد غيدخل للبيرو غيحل داك الباب تسنى خايتي تبعو ويلقى عبدو صاحبو مريح في البيرو غير غادي يشوفو ويتصدم. خويا عبدو ما علمتيني ما والو علاش جيتي بهذه الطريقه؟ مباشره غتدخل البنت، هذيك البنت مع ديجا امها معوده لها عبدو يلاه غادي تدوي. قول لها قلتي اختي عارف اللي كاين هنايا
وبدا يتصادع مع صاحبه سعيد. هذيك سعيد تشوه من بعد واحد راسه بلاصه كبيره للخدامه، غيتشوه بالبلان وغيتفضح وما غيحمش راسه. وهنايا غادي يحقد على عبدو. عبدو واخا هكا كان دوز بزاف ديال الوقت في اوروبا وطالع وهادي، كانت واحد العقليه زوينه. غيكالمي الجو مع صاحبو سعيد وغيقول ليه شوف الخدمه راه فوق اي حاجه، انا عطيتك البوس حيت تستاهل، ولت عائله وهادي وبقيتي غنى فيه، تكالم الصو ويرجع في حالته باش يمشي لطاليان. ولكن سعيدنا غيدير اكبر غلطه في حياته، كان نص راضي وكاله ويجي في بالو الفكره الا صيفط عبدو للحبس راه كلشي غيبقى ليه وغيدير ما بغى. غادي يعرف الطوموبيل ديال عبدو ويخلي حتى النهار اللي غيبغي يمشي للبور وهادي ويعمر عليه حشيش في الكوفر، والمشكله غادي ديكلاري بيه عند الديوانه. هذاك عبدو غادي داخل الديوانه باش يفيري في الامور وصافي قطع. قبل ما يوصل له ويتفكر واحد اللعيبه جاو مع المغرب وما عقلش واش جابو معاه هزو معاه، هبط بالصدفه قلب الكوفر كيقلب وما غادي يتصاطح غير من الحشيش اللي دسوا ليه صاحبو. حيت سعيد مصيفطاش خوتنا هما اللي قادو الغرض وما نبضوش ليه الشغل، خلاو داكشي باين باش الديوانه ملي قلبو بزاف دغيا لقوه صدق لاقيه عبدو، حيت النيه ديما كتربحك الا كانت نيتك زوينه. عبدو ملي غيشوف داك البلان غيخلي ديك الطوموبيل وغيغيرها وغيدخل بلاش وغيدوز وغادي يقطع. الديوانه ملي غيلقاو ديك الطوموبيل ما غيلقاوش مولاه وغيبقى بحث، غيعرفوا مولاه شكون، هنا غيولي عبدو روشيرشي. غيبقى عام في طاليان هو متبع القضيه مع المحامي وكيقاد في الامور مغيز. داكشي اللي جاو دوك خوتنا قالوا لي راه حطينا داكشي وتقطعات الاخبار ديال صاحبو، خلى المحامي جا كذب على سعيد وقال لي راه صاحبك راه تشد راه غرق راه محال واش يعاود يخرج. وهنا سعيد غيجلع على داك المين من بعد ما غتبغيش تعطيه داكشي اللي بغا وغيولي شي مدور بشي ساس في داك الوزين وكيستغل الدريات وعارف بنادم ويدخل بنادم بفلوس مكبته تما. ولكن داك عبدو متبع الامور مع المحامي حتى النهار اللي غتفارى ليه القضيه وغيرجع للمغرب. واكبر مفاجاه هو ان داك عبدو في الطاليان ديك الفلوس كلها دارها من البيضاء ومع دوك المافيات وكان ما كيبين والو لصحابو والمغرب، باش بقى بلاصتو نقيه ووجهو نقي قدام صحابو، داكشي خلاه في الطاليان. ولكن ملي دار مع صاحبو القضيه وكان غادي يصيفطو بدون رحمه ولا شفقه بغاش ينسى ليه، وجا معاه شي خوتنا من الطاليان اللي خاترين في المافيا. هذاك سعيد واحدنا خارج من الوزين مع ديك 10 ونص الليل غادي بحال ما كاين حتى شي حاجه مع على بالو بوالو، وفي واحد اللحظه كيتخطف من طوموبيلته كيجيبو دوك خوتنا لواحد الخلا اللي بعيد، غير كيحيدوا لي ديك اللعيبه على راسو كيبدا مغاوي شويه شكون نتوما اش بغيتو عندي هادي. وملي كيخرج صاحبو عبدو من الطوموبيل كتكون اكبر صدمه لي، ما كيبقى عارف راسو اش يقول وكلشي واضح قدامو باين، غيعرف باللي صاحبو عرف الفيلم كامل من الاول حتى الاخر. الله غادي يطلف فيه اللي شوف جبتك وشفتي حالتك كي كانت ورديتك في الطوب ديال الطوب، كاع داكشي اللي كنت كتحلم بيه ولا عندك طوموبيلات فلوس اي حاجه كنتي كتمناها حققتها لك. اون فاصل الرجوله ديالي كامله باش غرقني وتصيفطني في كاع ديك الحلو والحاره وكاع المزيان اللي درت معاك، وغادي تكرفص على داك صاحبو مزيان وغادي يعذبو في الاخر غيصفي عليه وغيلوحو. من بعد الجريمه عبدو كان غيتفضح غيطيحوا على لاضيعين ديالو وغيعرفوا باللي هو اللي دار ديك لافير كلها هو اللي صفى لداك صاحبو سعيد، لكن من بعد غيكون هبط طاليان وغيبقى روشيرشي. في واحد النهار اللي غادي يهبط ويشدوه صافي اعترف كل شيء وغيمشي للمؤبد. القصه عاودها واحد السيد اللي قريب لهاد لونتوراج فين طرات هاد المشكل، ما بغيتش نذكر الاسم ديالو، المهم هو العبره الرجوله والمعامله شي مرات تعطى الموالاه، سينو غتكون حفرتي قبرك بيدك. تحياتي يا خوت وشوفكم في فيديو جديد.